الحالة العلمانية المتطرفة في تونس التي لا تقبل أحدا وتشيطن كل شيء، يعني كل شيء آخر مثل الإسلاميين، حتى حزب النهضة يعني حركة النهضة والشيخ الغنوشي يعني هم أكثر إسلاميين تقدمين في العالم العربي يعني، يعني حتى أنهم يتهمون من قبل كثير من الإسلاميين. هؤلاء هذه الفئة وهي فئة قوية موجودة في تونس والعالم العربي لا تقبل هؤلاء الإسلاميين ولا تقبل بوجودهم ولا بالشراكة معهم. هؤلاء الناس يجب أن نقنعهم بشيء واحد، نقنعهم وهذه قناعتي، ليتصوروا هؤلاء العلمانيين المتطرفين مثلا أنهم أخذوا السلطة بأي وسيلة كانت، مثلا بانقلاب أو بمظاهرة مش عارف، وأنهم جاءوا إلى السلطة. هم لا يفهمون أنهم يعني سيواجهون بثورة عارمة جديدة، وهذه الثورة لن ترحمهم، لأنه لن يكون هناك عقلاء مثل راشد الغنوشي ومنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وإلى آخره، لن يكون هناك عقلاء، بل بالعكس هذه الثورة الثانية ستقول انظروا لأولئك المغفلين، ذلك المغفل ذلك المغفل الذي اسمه المنصف المرزوقي اللي جاينا بأفكاره وكذا، انظروا لذلك كذا، انظروا ماذا فعلوا بهم. وأنا ذاك أنا أخشى ما أخشى أنه أنا ذاك سيواجهون المقاصل والمشانق.